الجروح قضية من القضايا المهمة جدا. أنا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد. هروح للجفون، إيه أسباب ترهل الجفون؟ مفيش حد مننا بيحب تبقى النظرة بتاعته حزينة أو مرهقة أو متعبة. عملية تجميل الجفون من العمليات المؤثرة جدا في النقطة دي. هذهب إلى الأنف، الأنف عملية المليمترات، عملية الحريفة، مش أي جراح تجميل يعملها. الأنف من الحاجات اللي لازم الأجزاء بتاعتها تبقى متناسقة مع بعضها، والأنف على بعضها تبقى متناسقة مع الوجه. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا نظرا لتنوع وقيمة المضمون العلمي اللي هيتقال النهاردة، وأيضا لقيمة ضيفي الكبير. خلينا أقول لكم أنه النهاردة عندنا كثير من الأسئلة متعلقة بعالم التجميل. الجروح قضية من القضايا المهمة جدا جدا. الجروح والجروح هل هي سهلة أم صعبة التعامل معها؟ أيضا بعض المشاكل التجميلية اللي جراحات تجميل قفزت فيها قفزة هائلة، تجميل الأنف، تجميل الجفون، هذه المنطقة التي تغير تماما شكل الإنسان إذا جملت، تغيره للأفضل، استعملت طبعا بشكل جيد. برضو الكثير من المشاكل اللي نقدر نقول عليها شبه كونجينيتال، يعني الإنسان منذ صغر بيعاني منها، زي الأذن الخفاشية. الأذن الخفاشية دي شيء مزعج جدا لشكل أي إنسان، مش حلوة خالص. يعني مثلا مناخيرك كبيرة، من الناس بتحب المناخير الكبير، مش عارف إيه، ممكن يبقى فيها قولان يعني، لكن أذن خفاشية لازم تتظبط. الشفة الأرنبية طبعا يعني من القضايا الطبية الشديدة الأهمية، والمناطق الجراحية شديدة الأهمية. برضو الأنف، لأنه تجميل الأنف كما أقول أنا ده منطقة الحرفنة المطلقة. دي بقى يا عم ده ميسي التجميل، ده رونالدو التجميل، محمد صلاح طبعا أهم التجميل، يعني الحريفة بس هم اللي بيتعاملوا مع الأنف. النهاردة واضح أنه القصة متنوعة والمواضيع عديدة ومهمة جدا وضيف شديد الأهمية، قيمة علمية كبيرة واسم كبير الحقيقة حمل على عاتقه يعني بناء عالم جراحة التجميل في منطقة الشرقية ومنطقة شرق الدلتا. أيضا ما شاء الله أداء علمي أكاديمي رائع على مستوى مصر كلها، وممتد هذا الأداء إلى الوطن العربي وأيضا إلى العالم أجمع. اسم مصري عالمي إقليمي متميز للغاية هو ضيف العزيز الأستاذ دكتور علاء نبيل الصادق. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور أيمن، وأهلا بكل مشاهدي الناس الحلوة. منورنا. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يخليك. والحقيقة كالعادة بنفخر جدا بجهدك. الله يخليك. الكبير جدا على مستوى العمل الكلينيكي، على مستوى العمل الأكاديمي، على مستوى حتى العمل الإداري في واحدة من صروح الطبية الموجودة في مصر. الله يخليك. عايز أبدأ الأول بالجروح، لأن هي منطقة جراحية معقدة شوية. الحقيقة جروح الوجه من الحاجات اللي لها أهمية كبيرة في حياتنا، لأن ممكن تلاقي واحد ابن ناس عادي جدا اتعرض لحادث، حصل له جرح وعلامة في وشه، يبدأ المجتمع بتاعنا يصنفه على أنه ده بتاع مشاكل ويبدأ يتعامل معه على هذا الأساس. طيب إزاي نتعامل مع الأثار جروح الوجه؟ عندنا في جرح قديم في الوجه، نعمل معه إيه؟ عشان نبقى بنتكلم بطريقة علمية لازم نعرف ان في حاجة اسمها خطوط الوجه، خريطة كده لكل جراح التجميل، يبقى هو عارف ان لو الجرح بتاعه ماشي موازي لخطوط الجلد دي الجرح هيبقى كويس بالكريمات بلزقات بجلسات. يعني لو جينا السادة المشاهدين بصوا هنا هنلاقي ده الخطوط او الخريطة اللي بيمشي عليها كل جراح التجميل، لو نلاحظ لها اتجاه. طيب ازاي نتعامل مع الجرح بقى؟ نشوف اتجاهه، هل الاتجاه بتاعه ماشي موازي لخطوط الوجه ولا زي الصورة اللي موجودة هنا ماشي عكس خطوط الوجه.
لو الجرح ماشي موازي لخطوط الوجه مفيش مشكله خالص. ليه؟ لان يعني كل ما العضلات تشتغل اكتر تقوم تقربوا من بعضه اكتر بالكريمات والجلسات الامور بتبقى كويس. النوع العنيد بقى من الجروح اللي هو زي الصوره اللي احنا عارضينها دي، الجرح ماشي عكس خطوط الجلد. طب ايه مشكلته؟ مشكلته ان العضلات بتاعه الوجه، لان في عضلات تعبيريه والحركه مستمره طبعا، كل ما العضله تنقبض تقوم توسعه من بعضه اكتر، مشكلته الجرح بيوسع. ولو في دقن مثلا زي الصوره الموجوده نلاقي اصبح في فاصل في الشعر بتاع الدقن، وبالتالي بتبقى الموضوع ايه؟ ظاهر. الحل اللي كان بيتعمل المباشر ان الدكتور يروح شايله ويروح مخيطه تاني، وبالتالي على نفس اتجاهه القديم، ما كانش بيدي نتيجه. في اخر مؤتمر في جمعيه جراح التجميل المصريه عرضنا حالات كتير لطريقه في هذا الموضوع، بتتكون من حاجتين. اول حاجه زي ما احنا شايفين الصوره كده، بنشيل الجرح لكن مش بنشيلها في الاتجاه القديم، لا انا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيره زي ما احنا شايفين ماشيه مع خطوط الجلد. طب ازاي نمنع ان هو يوسع بقى؟ في طبقه تحت الجلد اللي احنا بنسميها الاسماس، بتبقى مغلفه للعضلات، بنعمل فيها غرز بطريقه معينه بحيث انها تقرب لنا الجرح من بعضه، تمنع ان هو يوسع تاني مع الحركه العضلات التعبيريه بتاعه الوجه. لو جينا شفنا كده النتائج بتاعتها الحقيقه بناخد يعني لما نيجي نشوف هنا ده نفس المريض، نلاحظ ان الجرح ايه الاخبار بتاعته؟ الجرح اتحول لزجزاج، وفي نفس الوقت لو في منطقه فيها شعر يبدا الشعر ينمو فيها كمان مره. الحقيقه النتائج دي مش بناخدها تاني يوم على طول، لازم يحصل حاجه اللي بنسميها ماتيوريشن اوف ذا سكار. يعني ايه؟ يعني لازم يكتمل الالتئام بتاع الجرح، وده بياخد له من 6 شهور لسنه تقريبا علشان ياخد النتيجه اللي احنا عايزينها. وعشان كده لما نيجي نبص هنا مثلا حاجه من برضه الجروح احنا عملنا يعني نفس الطريقه ودي النتيجه. الحقيقه يعني ما نقدرش نقول عليها 100%، لان 100% دي اللي هي ايه؟ ده خلقه ربنا يعني. لكن احنا بندي تحسن معانا 80-90% في جروح عنيده ما كانش لها علاج مرضي قبل كده الحقيقه. هذهب الى عمليه انا براها برضو ايمرجنسي، يعني في عمليات ايمرجنسي الاذن انا شايفها انها عمليه طوارئ، يعني تمام. الطفل عيني والولد ومش عارف ايه وشكله ما فيش شكل حلو معاه. تمام. هي الاذن دي من الحاجات الغريبه جدا. ليه؟ لان هي اساسا مش موطن من مواطن الجمال، يعني ما فيش واحد يجي الواحد كده يقول له الله ده ودانك دي جميله قوي، لا ما فيش الكلام ده، ولا بتلفت الانتباه اصلا الا اذا حصل فيه بروز فيه. اول ما تبرز اللي هي في الاذن الخفاشيه نلاقي فجاه كده خدت كل الاهتمام، وخصوصا في السن الصغير. فنلاقي الطفل يعني لو جينا بصينا مثلا طفل زي ده كده اللي هو قبل العمليه، هنلاقي البروز بتاع الودن اللي هو الاذن الخفاشيه بدا يلفت الانتباه. وعشان كده بنحب نعمل العمليه دي قبل دخول المدرسه. ليه؟ لان لو دخل مع الاطفال زمايله النظره او اللفت النظر بتاع الاذن الخفاشيه هيبدا يعرض الطفل للسخريه من الاطفال اللي حواليه، وخصوصا لو هو ذكي الاي كيو بتاعه عالي بيبدا يلاحظ السخريه في عيون اللي قدامه، فيبدا المشكله تتحول من هنا الودن لمشكله ايه؟ نفسيه. لو ما اتعالجتش في اطفال كتير تلاقيه مش عايز يروح المدرسه. ليه؟ لان هو حاسس ان في يعني سخريه ونقد من اللي حواليه. في ناس طبعا بتقدر تتكيف اتس اوكي، لكن احنا الحقيقه بنحب نعمل الكلام ده قبل دخول المدرسه. والعمليه بتبقى بسيطه لان احنا بنعمل فتحه بتبقى موجوده في الطيه الجلديه ما بين الاذن وبين الراس، من خلالها بنفتح نكشف الغضروف ونبدا نعمل نحت لهذا الغضروف علشان نعيد تشكيله مظبوط، وبنثبته بالغرز بحيث انها ايه؟ تاخد الوضع الطبيعي بتاعها والمشكله بتخلص، والنتيجه بتبان الحقيقه مع اول غيار يعني. برضو يفضل ان احنا نعمله قبل دخول المدرسة لكن مش قبل سن 4 سنين حتى يكتمل النمو بتاع صوان الاذن، لان زي ما السادة المشاهدين عارفين ان الاذن دي بتتكون عندنا في 3 حاجات، في اذن داخلية دي اللي هي مسؤولة عن السمع، واذن وسطى المسؤولة عن الاتزان، الاذن الخارجية اللي منها صوان الاذن، وبالتالي العملية اللي فيها لا تؤثر على موضوع السمع نهائي لان هي اساسا مش الوظيفة بتاعتها كده. الناس كتير من خلال كلام حضرتك عن بداية العملية يعني من سن 6 سنين بداية المدرسة يعني هيعتقدوا انها عملية للأطفال، طب الناس اللي كبرت بودنها الخفاشية؟ طبعا، لأن احنا عندنا في ناس ما كانتش تعرف ان لها علاج وما قدرش يتكيف معاها
وزي ما اتفقنا هو طفل المشكله كانت هنا وهو كبير المشكله هنا. فيبدا يجي لنا يعني عندنا ناس بتيجي في العشرينات ايه الموضوع الاذن الخفاشيه عادي بتتعالج عادي بنفس الكيفيه وبل بالعكس بتبقى مخدر موضعي كمان. اكبر واحد عملت له العمليه دي كان سنه ده كان 45 سنه حتى انا نفسي كنت مستغرب يعني اللي سكتك ده كله مش قادر يتعايش معاه. هذهب الى الانف، الانف عمليه المليمترات عمليه حريفه زي ما انا قلت بقى يعني مش اي حد مش اي جراح تجميل يعني الانف صح؟ هي بالظبط كده. ليه؟ لان الانف دي حاجه صعب اخفائها يعني ممكن تكون وش جميل جدا لكن الانف فيها ديفو يبقى ظاهر جدا. الانف من الحاجات اللي لازم الاجزاء بتاعتها تبقى متناسقه مع بعضها والانف على بعضها تبقى متناسقه مع الوجه. الانف احنا عندنا فيه جزء عظمي اللي بيتحط عليه النظارة وعندنا في جزء غضاريف اللي هو اللي بنمسكه بالمنديل كده معانا. ممكن الأنف تكون طويلة ممكن الأنف تكون عريضة ممكن يكون في اعوجاج في الحاجز الأنفي. كل طبعا جراحة تجميل الأنف بتتعامل تماما مع كل هذه الموضوع وطبعا كل حاجة على حدة بنحدد المشكلة الأول وبعدين نبدأ نتعامل معاه. في طريقتين حقيقة. الطريقة المغلقة ان احنا بنعملش اي جروح في الوجه ندخل من جوه الفتحات بتاعت الأنف ونبدأ نتعامل بحيث ان احنا نشوف ايه المشكلة موجودة فين، موجودة في الغضاريف، موجودة في العظم، المناخير مثلا زي الصورة هنا ده عندنا في محدبة في عظم عايزين نتعامل معاه بحيث ان احنا نصل بالأنف لحاجة مرضية من ناحية المريض ومن ناحية الطبيب. وطبعا لازم وجهات النظر بتاعة المريض والطبيب تطابق مع بعضها. يعني المريض بيجي بديه المراية واقول له انت بتشتكي من ايه، يقعد هو يوصف الكلام، لقينا الكلام ده ماشي مع الناحية الطبية يبقى في الحالة دي بنبدأ نتدخل وبنبدأ نتعامل. وبعد العملية بيبقى في بعض التورم وبعد كده بيقل تدريجيا. يعني زي الصورة مثلا اللي احنا شايفينها كده كان عندنا المناخير يعني اللي هي معقوفة وكان عندنا برضو طويلة شوية وكبيرة شوية. كل الكلام ده طبعا تم استدراكه في العملية ودي الصورة بعد 3 شهور. وعندنا الحقيقة صور كتير بس عشان خصوصية المريض ما نقدرش ان احنا نعرضها كلها. طبعا نشوف نموذج لانه كمان احنا عايزين نحصل على اكبر قدر من المعلومات في ظل وجود سيادتك معانا النهارده. فعايز برضه اروح للشفه الارنبيه. الشفه الارنبيه من المناطق اللي برضه الجراحيه الامرجنسي بقى مش تمام. دي طوارئ بقى تمام. يعني دي على طول في الطفوله محدش هيعيش بشفه ارنبيه فتره يعني. طبعا لان هو الطفل بيتولد يعني فجاه الاب والام بيلاقوا حاجه مش متعودين عليها قبل كده. الشفه الطبيعيه لا ده احنا عندنا في شق موجود سواء على جنب او على الناحيتين فطبعا بيحصل نوع من الصدمه النفسيه للاب والام رغم ان العلاج بتاعنا سهل. يعني لو جينا شفنا هنا هنلاقي في شفه ارنبيه ممكن يكون معاها شق في الحلق او ممكن تكون لوحدها. في الحاله دي احنا بنبدا نتعامل على طول لان لو ما تعالجتش على طول بيبقى في يعني بعض المشاكل هي بتعمل المشاكل اللي بتحصل طبعا الناحيه النفسيه بالنسبه للام بعض المشاكل مع الرضاعه بعض المشاكل لو استنت مع الكلام وخصوصا الحروف اللي احنا بنسميها ليبيا الليتر اللي هي البي والام والحاجات دي. التعامل معاها بيبقى من خلال عمليه بنعملها على سن 3 شهور. ممكن نعملها قبل كده لكن عادة احنا بنعملها على سن 3 شهور بطريقة معينة. بنوصل الناحيتين لبعض. احنا عارفين طبعا ان في جلد وتحتيه عضلات وتحتيه غشاء مخاطي. بطريقة معينة احنا بنوصلهم في بعض تاني من ناحية الجلد ومن ناحية العضلات ومن ناحية الغشاء المخاطي الداخلي لغاية لما نوصل للحاجة المرضية بالنسبة للطفل. الشفة الأرنبية لها سن معين؟ بتتعمل على سن 3 شهور عادة بنعملها على سن 3 شهور. لو هي معاها في شق في سقف الحلق فده بيبقى 3 شهور الشفة وبعد سن سنة لسنة ونص بنتعامل مع سقف الحلق. هل ليها أي متابعات يعني ولا الطفل بيكبر عادي؟ احنا طبعا بنتابعه مره قبل دخول المدرسه علشان نشوف لو في اي فاين تاتش ممكن نعمله وبنتابعه بعد كده على سن دخول الجامعه على 17 18 سنه علشان نشوف الانف هل هي محتاجه ان احنا نتدخل ونعمل فيها حاجه. بس زي ما حضرتك عارف ان الانف عشان نقدر نعمل لها عمليه لازم يكون فوق ال 18 سنه. طب بما ان احنا رجعنا للانف في سؤال مهم برضه في الانف الجراحه المفتوحه والجراحه المغلقه هذه المعركه
كيف تراها؟ والله هي كلها وسائل بتوصل لهدف واحد. هل هي معركة فعلا؟ لا والله، هي في الآخر هي كلها وسائل هتوصلنا للي احنا عايزين نعمله. هي كلها طرق، الطريقة المفتوحة هي أسهل، لأن بتبقى الأنف كلها مكشوفة. الطريقة المقفولة هي بتعتمد على حجم المشكلة، لو المشكلة بتاعتنا بسيطة يبقى في الحالة دي احنا من خلال الفتحات بتاعة الأنف نفسها بنقدر ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عايزين نعمله. لكن في الآخر سواء المفتوحة أو المقفولة بتوصلنا لنفس الهدف يعني. هل الطرق غير الجراحية تعمل مع الأنف كافية؟ حسب المشكلة يعني. بعض الأحوال بيكون المشكلة بسيطة فممكن نقطة فيلر تحلها. صحيح حكاية الفيلر دي حاجة غير دائمة، لكن هي بنفس الوقت هي برضو حاجة سهلة. لو المشكلة كبيرة يبقى طبعا بنلجأ للجراحة، لجراحة تجميل الأنف. هذهب إلى الشفايف، المنطقة احنا دلوقتي في منطقة السنترال صح كده؟ تمام. الشفايف عندنا شفايف صغير عايزين نكبرها، وشفايف ضخمة عايزين نصغرها. نبدأ الأول بالضخمة لأن هي الحاجة الغير تقل يعني اللي عايزة فعلا شطارة جراحية. هي لنا مقاسات طبعا خاصة بالنسبة للشفة، بالنسبة للحاجات اللي حواليه اللي هي الأسنان والفك والأنف. بنبدأ نشوف الموضوع والله بالمقاسات بتاعتنا الجراحية، لقينا ان لا ده فعلا الشفة فيها زيادة، وزيادة ملفتة للنظر على مستوى الشفة العليا او السفلى، فبنبدأ نتدخل بنشوف الزيادة فين بالضبط، وبنبدأ بطرق يعني زي مثلا الحالة دي هنلاحظ ان الشفة العليا والسفلى الحجم بتاعها متضخم. بنبدأ على طول نتعامل معها، بنحدد بالضبط الزيادة وبنقيس بالملي الزيادة فين بالضبط، وبنبدأ نتعامل معها بعملية جراحية وبنستأصلها. كلام ده من الداخل عشان ما يبانش أثار جراحية يعني. طيب أنا هطلب من حضرتك حاجة، إحنا هنمر على العمليات أو هنمر على الجراحات مرة أخرى، وعايز حضرتك تقول لي للمريض أو للحالة المرضية نفسها يركز قوي على نقاط معينة للجراح وهو بيعملها، يركز قوي على نقاط فنية معينة يعني في صورة مثلا شورت كيس يعني. هبدأ الأول بجروح الوجه. عندما ننظر لجروح الوجه المريض يأتيك إمتى، يركز على إيه قوي، التعليمات المهمة، الجراح اللي بيعمل الحكاية التعديل يعمل إيه بالضبط. هنبدأ بالنسبة للمريض. المريض أول ما يبقى فيه يعني فيه جرح في وشه لازم يدور على مركز أو دكتور متخصص له اسمه، بحيث أنه هو يبدأ يتعامل معاه في الفترة الأولى يعني. لأن طبعا لو تعامل معاه تجميليا بدرجة كويسة في الأول طبعا هيأثر معانا بعد كده في النتيجة. اللي أنا عايز أقوله برضو المريض أنه هو ما يستعجلش، لأن أي مريض بيبقى عنده مشكلة بتاعة جرح الوجه بيبقى دايما مستعجل، دايما عايز يخلص من المشكلة. فما تستعجلش، لأن الجرح بيجي متخيط، مش تاني يوم هنعمل عملية على طول، لازم ننتظر من 3 لـ6 شهور لغاية لما الالتئام يكتمل، وبعد كده نقرر احنا نعمل عملية ولا الموضوع أخبره ايه. بالنسبة للطبيب لازم ياخد باله قوي 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 من اتجاه الجرح، لأن الاتجاه الجرح لو هو عكس خطوط الجلد وجه الطبيب شاله وراح مخيطه في نفس الاتجاه بتاعه، برضو الجرح الجديد هيبقى عكس خطوط الجلد فهيوسع تاني، وبالتالي المريض مش هيستفيد من هذه العملية. برضو تجميل الجفون أو الجفون المريض والجراح، وخصوصا ان المرضى بيخافوا لان المنطقه دي قريبه من العين. هي طبعا المنطقه قريبه من العين، لكن الشغل مش في العين نفسها يعني، الشغل في الجفون، وبتبقى طبعا احنا بنراعي النواحي الطبيه بحيث ان العين دي تبقى طبعا في حمايه تامه يعني. بالنسبه للمريض هو احنا بنتعامل معاه يتجنب الشمس بعد العمليه، يتجنب ان هو يوطي، وخصوصا يعني في الصلاه يصلي وهو قاعد، وخصوصا في الفتره الاولى من العمليه او الاسبوعين من العمليه. بعد كده بيبدا يعني يلبس نظارة شمس عشان التورم اللي موجود، ويبدأ بعد كده الأمور بتمشي كويس لوحدها. بالنسبة للطبيب لازم يكون يعني أخذ تدريب كافي في موضوع تجميل الجفون علشان يقدر يحقق النتائج اللي هو عايزها والمريض عايزها كمان. طب كلمة عن الأذن للأم والأب اللي عندهم اعتقاد انه الابن كده حلو واحنا متقبلينه، انه على المجتمع انه يتقبله، وايضا بعض الاراء اللي تقول لك لا ما هو اتخلق كده وخلقه ربنا مش هنغير خلقه ربنا، حاجه اللي هو المعتقد عند بعض الناس اللي عندهم تدين وكلنا متدينين بس ده معتقد خطا. هو طبعا احنا مش بنغير في خلقه ربنا. ليه؟ لان هي الفطره يعني، مثلا زي الشفه الارنبيه، هو خلقه ربنا، هل الطبيعي ان نسيبها كده؟
ما هو اتولد كده يعرف يرضى ومش عارف. مش ده الفطره، مش ده الطبيعه. احنا بنرجع الامور لطبيعتها، يعني احنا مش بنعمل حاجه اكستريم، يعني بناخد مثلا الاذن بدل ما هي هنا احطها هنا، لا، احنا كل الموضوع الديفوهات اللي عامله مشكله نفسيه للمريض احنا بنصلحها. والمرض النفسي يعتبر، لان الاذى النفسي ده بيخلي المريض ينطوي ويبدا يدخل في حالات نفسيه صعبه، احنا بكل اللي بنعمله بنرجعه لفطرته بحيث يبقى شخص منتج في المجتمع ويعيش الحياه الطبيعيه. قبل ان نذهب لا يفوتني ان اسالك عن هذا الجهد الكبير جدا المعمول في قسم جراحه التجميل، سواء في الجامعه أو في قسم جراحة التجميل في مستشفى عملاق زي مستشفى التأسيس. لا، هو الحقيقة اللي حصل تقدم كبير في يعني مستشفى التأثير، الحقيقة عملت نهضة كبيرة جدا من ناحية التكنولوجي، من ناحية الآلات، من ناحية تعقيم العمليات، من ناحية الخدمة المقدمة للمرضى. وده دليل برضو على إدارة ناجحة من الدكتور محمد جزر والدكتور أحمد جزر ومجلس الإدارة كله. قفزة كبيرة جدا يعني مستشفى التأثير لمستوى عالمي. لا الحقيقة مجهود، الحقيقة يعني بنكن كل الشكر والتقدير لهم. أنا انبهرت جدا في زيارتي للمستشفى. ومستشفى الجامعة طبعا تم إنشاء قسم لجراحة التجميل، والحقيقة بسم الله ما شاء الله عندنا القسم بقى أكتر من حاجة وعشرين دلوقتي. وطبعا دي حاجة كويسة قوي إن شباب الأطباء بدأ يدخل معانا في جراحات التجميل، والأمور الحمد لله في تقدم يعني. وأنت قدمت الكثير جدا لجراحة التجميل في منطقة شرق الدلتا، مش هقول بس في الشرقية، أنت الشرقية ما شاء الله، واسمع عليا والسويس وبورسعيد، صح كده؟ كل والقاهره كمان، يعني ما شاء الله جهد جامد جدا وجهد اكاديمي، جهد اكلينيكي رائع جدا. انت نورتني وشرفتني. الله يخليك، وفرصة سعيدة. أنا اللي أسعد طبعا ضيفي العزيز أستاذ الأساتذة في جراحة التجميل أكاديمي من طراز فريد، حقيقة بيسعدني جدا لقائه المتميز كالعادة، كمية المعلومات الكثيفة الكثير المبسطة التي تدخل العقول والأذهان بشكل جيد جدا، كمان دقة التوصيف. ده حوار مهم جدا جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم جراحة التجميل، هو طبعا ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق. يبقى التجميل أيقونة الجراحات، واحدة من الجراحات التي لها بريق خاص جدا والتي لها كمان أهمية خاصة جدا. هي جراحة ليس فيها الإمرجنسي أساسا إلا في الجراحات التعويضية، لكن الخطأ فيها أكيد غير مقبول، غير مقبول على الإطلاق، ولذلك الدقة فيها مطلوبة للغاية، وهذه الثقافة مهمة جدا جدا جدا. عشان تفهموها كويس خليكم دايما مع مثلا.